رسالتك لبرنامج كابتن مصطفى يونس وكابتن جمال عبد الحميد اللي بيدعوا النبذة التعصب. برنامج كويس وفكرته حلوه ويا ريت تستمروا فيه. طبعا برنامج كويس جدا وبيقرب الجمهورين من بعض يعني البرنامج ده جاب مشاهدات اعلى بكتير جدا وبرنامج كويس طبعا جدا. لا هو برنامج كويس بيقرب الجمهورين من بعض، انا عن نفسي اهلاوي بتفرج عليه. يعني عايزين الدنيا تتقرب شويه، بلاش التعصب اللي هو بين الجماهير، الموضوع مش محتاج كل دوت. ويعني ربنا يكرم، الكرة رياضة، روح رياضية، لازم يبقى في فريق هنا وفريق كسبان وفريق خسران، والحمد لله يعني. احنا بنقول دي رياضة وغالب ومغلوب، بتبقى روح رياضية في الأول وفي الآخر. احنا شفناها حتى في الكاس والممرض الشرفي اللي عمله لعيبة الزمالك للعيبة الأهلي، فدي حاجة كويسة وبداية حلوة. ممكن نقول من هنا ممكن نبتدي إن احنا ننبذ التعصب، ما بقاش فيه أي تعصب، لأن دي في الأول وفي الآخر رياضة. برنامج حلو وبيدعو ومش بيدعو للتعصب، وانا كهلاوي بتفرج عليه وهو الصراحه برنامج كويس بتابعه. يعني انا اؤيدهم تماما، لان التعصب ده في رايي بلاهه وغباء. المفروض ان الكره اي رياضه، اي رياضه في الدنيا، هي الغرض منها هو تقريب الناس، وانها اصلا يعني هي لعبه، اي رياضه هي لعبه. فالمفروض ان احنا من خلال الرياضه دي بنقرب الناس بينهم وبين بعض.